اليوم باش نجرب الماكلة متاع المايا واللي المطبخ متاعها يرجع عمره لما يقارب أكثر من 1000 عام. أول حاجة لاحظتها كون المطاعم هذو محافظين على الطابع الأصلي للمايا حتى في طريقة تحضير التورتية، ولازم نعرفوا اللي هما أول ناس عملوا خبز التورتية في العالم، وكانوا يستعملوا عدة حاجات أساسية في المطبخ متاعهم واللي هي الذرة، حبوب القرع والفلفل، وعندهم أسلوب وطريقة تحضير تقليدية عن طريق الهرس بالحجر اللي يرجع لوقت حضارة المايا، ويمنوا بكونوا الأدوات هذو متحافظ على النكهة الأصلية للحاجة اللي باش يعملوها، ويستخدموا زادة طبخ اللحوم ولا الدجاج بالخشب ويغلفوه بأوراق أشجار البنان ويحطوه تحت الأرض واللي يعطي نكهة مختلفة. وتوا باش نوريكم الماكلة اللي طلبتها. أول حاجة عصير الماراكويا واللي هو متكون من غلة الماراكويا واللي موجودة في بلدان أمريكا الوسطى والجنوبية، وفيها مطعم عمري ما لقيته في حتى غلة أخرى. وكيما زادة يعطيوك ماء متاع الشايا واللي هي نبتة تشبه نبتة السبناخ، والمطعم يشبه شوي الكيوي. أما توا باش نحكي لكم على الماكلة، نبدأ بالشوربة واللي اسمها سوبا دي ليما واللي هي شوربة ليمون بالدجاج، وثاني حاجة اسمها تسيك بال وكاس واللي تشبه برشا للتوستادس المكسيكية واللي تتكون من تورتية ويتحط فوقها دجاج وإلى لحم، وفوقها سلاتة اسمها سلابي كون متكونة من بصل وكرومب ومعدنوس. أما بالنسبة لهذه اسمها تيزو توبي شاي واللي هي كيما التمال دي شاي، واللي هي عبارة على ورقة متاع ذرة مغلفة بنبتة الشاي، وفي العادة يكون فيها حشو مختلف يا أما جبن وإلى دجاج وإلى لحم. أما بالنسبة للأطباق الرئيسية للمايا فما منها إكس كاتي اللي هي صوص متكونة من فلفل وشاي والقرع، وكيف جاي لونها أبيض الله أعلم، ومعها شوفريت سوتيه في نفس الصوص. أما طبق هذا طبق حار واسمه بوكوس كاكاس بيبيل، ومتكون من صوص تقليدية من فلفل أسود وشكلها يشبه الملوخية، لكن المطعم مختلف تماما وهي عبارة على تاكل في مرقة متاع فلفل أسود وفيها يا إما لحم وإلى الجيش. أما آخر حاجة واللي هي الديسير، هوني عندهم شوكولاتة تكون مختلفة بارش على الشوكولاتة اللي نعرفوها في العالم الكل، واللي هي شوكولاتة حارة وحلوة مزج ما بين الكاكاو والفلفل الأسود في نفس الوقت، ويعملوها بطريقة تقليدية. بصراحة حاجة متعجبش خاطر لا تفهمها حارة وإلا حلوة. هذه من الحاجات البيهية كي تسافر ماذا بيك تجرب ماكلة متاع ثقافات أخرى، وهكيك تكسب معرفة من مختلف الأماكن في العالم حتى لو كانت في المطبخ.